احنا في مرحلة اعداد، اخذنا فترة راحة كويسة بعد الموسم اللي فات، لعبة ريحت كويس. دلوقتي بنحضر نفسنا للبطولات اللي جاية، عندنا طبعا مهمة صعبة في افريقيا، عندنا مباراتين، يعني اول مباراة عندنا والتانية في بوتسوانا ان شاء الله. يعني هيبقى المباراتين دول اهم مباراتين في البطولة، لان هم اللي هيخلونا نتصدر ان شاء الله المجموعة. اللعبة كلها مركزة، كله مركز في التمرين وفي التعليمات، ان شاء الله يعني اللعبة كلها على اتم استعداد ان هي تسعد جمهور النادي الاهلي. احنا بدأنا بصورة مش كويسة، بس يعني مش اول مرة نتحط في الظروف دي، اللعبة كتير عندها خبرة في المواقف دي وفي بطولة افريقيا بالذات. ان شاء الله يعني اللعبة كلها جاهزة ومركزة في المباراتين القادمتين. ان شاء الله يعني هم دول اللي هيسهلوا علينا حاجات كتير الفترة اللي جاية، وهم اللي هيخلونا يعني نكمل الموسم بصورة كويسة. فان شاء الله يعني الماتشين اللي جايين يكونوا خير علينا ونقدر نكمل بصورة كويسة. طبعا يعني الجهاز فني جديد، بس يعني النظام هو الناس كلها بتمشي عليه جوه النادي الاهلي. طموحات طبعا الجهاز الفني واللعيبة كلها، اهم حاجة طبعا ان شاء الله بطولة افريقيا ونصعد كاس عالم الاندية ان شاء الله. يعني اللعيبة والجهاز الفني كلهم مركزين في النقطة دي، وطبعا مع بداية الدوري العام يبقى فيه منافسة قوية ان شاء الله. فان شاء الله يعني الفترة اللي جاية تبقى فترة كويسة علينا كلنا. لسه عندي طموحات كبيرة مع النادي الاهلي، لسه يعني ما حققتش 1% منها. لسه عندي كتير اقدمه للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. الموسم اللي فات كان موسم كويس بالنسبه لي، لعبت بصفه مستمره، عملت اداء كويس، بس لسه عندي احسن ان شاء الله اقدمه للفريق وللنادي الاهلي. انا شايف ان انا عندي كتير لسه ما قدمتوش للنادي الاهلي. واحده واحده الموضوع بيزيد وبيتطور. البطولات طبعا يعني انت عارف ان النادي الاهلي بيلعب على البطولات كلها، حققت بطولات مع النادي الاهلي، بس لسه طبعا في بطولات ما حققتهاش، لسه في بطوله افريقيا والسوبر الافريقي، ان شاء الله نصعد كاس عالم انديه. لسه في طموحات كبيره مع النادي الاهلي، تحت امر الجهاز الفني في اي وقت. بعمل اللي عليا، بجتهد، بادي المطلوب مني، حاول اطور من نفسي في المباريات وفي التمرين. بحاول ان انا لاخر وقت ان انا ما اكونش مؤثر في حق نفسي، عشان لو جت فرصه في اي وقت اكون مستعد واكون جاهز. انا شايف ان انا كنت استحق ان انا اكون موجود، بس يعني ده ممكن يكون خير، يعني محدش عارف حاجه. لا ما فيش مشاكل خالص ولا حاجه، يعني الموضوع كله فني، يعني في الاول وفي الاخر انت بتعمل اللي عليك وبتسيب الباقي على ربنا. بس اهم حاجه بالنسبه لي ان انا ما اكونش مؤثر من جوايا، يعني ما يكونش مطلوب مني حاجه وما عملتهاش. دي حاجه بتريحني انا نفسيا. بتبقى زعلان طبعا ان انت تكون موجود طبعا مع منتخب مصر وفي كاس عالم، بطوله مهمه طبعا. بس يعني كله في الاول في الاخر خير. طموح بالنسبه لي ان انا اكون موجود في منتخب مصر واكون موجود بصوره اساسيه. الفتره اللي جايه طبعا هحاول اجتهد اكتر واطور من نفسي، وابقى جاهز لاي فرصه مع منتخب مصر ان شاء الله، وتبقى ما تبقاش اخر فرصه. طبعا اشكر جمهور النادي الاهلي طبعا على وقوفه جنب الفريق في كل الاوقات، سواء وقت صعب او في وقت عادي. احنا متعودين منهم على كده، وهم الدعم بالنسبه لنا، ووجودهم جنبنا في الملعب يعني بيطمننا وبيبقى حافز قوي لينا. وبالنسبه لنا بصفه شخصيه يعني بشكرهم طبعا على الدعم الفتره اللي فاتت وعلى الثقه اللي حطوها فيا. اتمنى الفتره اللي جايه ان شاء الله نبقى عند حسن ظن الجمهور ونحقق بطوله افريقيا والبطولات كلها ان شاء الله ما تخرجش من بره النادي الاهلي. طبعا اللعيبه كلها اللي موجوده في المركز ده لعيبه كبيره عندها خبرات، سواء لعيبه صغيره او لعيبه كبيره. اللعيبه كلها بتعمل المطلوب منها، اي حد في اي وقت هيلعب هيأدي المطلوب منه واكتر كمان. مفيش حاجه اسمها لعيب اساسي ولا لعيب احتياطي، احنا كلنا بنجتهد وبنعمل مطلوب مننا عشان نساعد الفريق ان هو يكون في احسن صوره. اي حد بيلعب التاني بيتمنى له التوفيق طبعا. كلنا في مركب واحده، يعني مش فريق فردي، احنا فريق جماعي. انا شايف الناس كلها قريبه من بعض، الناس كلها على اعلى مستوى، اي حد هيلعب في اي وقت هيبقى قد المسؤوليه. طبعا يعني اي حد يتمنى ان هو يكون موجود جوه النادي الاهلي. انا طبعا واحد من الناس سعيد ان انا موجود جوه النادي الاهلي، اكبر نادي في افريقيا. مسؤوليه كبيره طبعا بتتحط عليا ان تكون موجود جوه النادي الاهلي، طلب منك ان انت تحقق البطولات كلها، فدي مسؤوليه كبيره. يعني بشكر الجمهور على الثقه الموجوده يعني من عندهم. اتمنى ان شاء الله ان انا اكون قد الثقه دي، وان شاء الله يعني اكون عند حسن ظنهم.